النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. قال وزير الاقتصاد الوطني دكتور جواد ناجي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تراجعا مضطردا في نسب النمو على أثر الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية. وكشف ناجي عن أن معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني حتى منتصف العام الجاري لم تتجاوز 4.5% مقارنة مع معدل وصل إلى 9% قبل 3 أعوام. أعلن وزير الطاقة الأردني مالك الكبريتي أن أسعار الكهرباء في بلاده سترتفع بنسب تصل إلى 15% بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن المنازل ستتأثر بهذه الزيادة فيما بعد، حيث تبدأ بدفع فواتير كهرباء أعلى اعتبارا من عام 2014. أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أن مخزونات القمح بمصر تتجاوز 3 ملايين طن، وهو ما يكفيها حتى منتصف تشرين الثاني المقبل. واستبعدت الهيئة طرح مناقصات لشراء كميات من القمح من الأسواق الدولية قريبا. فقدت فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز حسب بيان نشرته مؤسسة فيتش الأمريكية، والتي عزت قرار الخفض إلى وجود علامات شك تحوم حول نمو الاقتصاد الفرنسي، وهو ما يقلص هامش تحرك حكومة باريس لتحقيق أهدافها لضبط وضعها المالي. وأخيرا أسعار العملات مقابل الشيكل.